شعارات بين عميدي الفريقين، الفريق الوطني المغربي البياض ومقيرو عميد الفريق الايرلندي الشمالي. والفريق الايرلندي الشمالي بالاقمطة الخضراء. البشر فيه مليون و500 مليون. اذا تعبت الكرة كانت عند اللاعب مكنيلي دوزها للجهة اليمنى عند رامسي دفع الامام تجاه اللاعب كلارك، وهناك ما بينه جوج ديال اللاعبين بوحيوي البياض يخرج كرة الى اول زاوية في المقابلة. بوحيوي كيخدمها دائما من نصيب ايرلندا الشمالية، خرج تاخذ كرة وارتمى الارض رغم الاحتكاك ديالو مع احد المدافعين. بعد الكرة كتمشي عند سي محمد قلب هجوم اللي دفع الكرة، لكن الكرة كتمشي خارج الشارط في الوقت اللي كان كينوي تمكن ينسل من احد المراقبين ديالو، كيعطيها لاعب تيمومي كيشوف لما يدوز كرة طويلة توجه خيري في الجهة اليسرى الى ان كان اقرب الكرة الحارس جينينغ. العناصر ايرلندا الشمالية كبيرة قد فات كرة وتمكن منها ترتيبة رائعة الحارس الساح، رغم ان الكرة يعني كانت خطفة ديال واتسايد كانت مركزة وغادية الزاوية الى ان وضمن الاستعداد لكأس العالم ولمونديال مكسيكو تخرجت كرة ضربة براسية تدخل شبكة. إصابة كتجيب دقيقة 14 من بعد تخرجة ديال اللاعب فيني وكلاك بضربة رأسية خدعات الحارس الساح ولتسجل بذلك في مرماه ولتعطي إصابة واحدة بصفر لفائدات إيرلندا الشمالية. هذا الإصابة بطبيعة الحال حركت مشاعر الجمهور هنايا اللي هو لاعب أونيل اللي كيدفع الكرة وكتجي أخيرا عند تيمومي اللي دوز الكرة عند دورمي رواغ على مشارف مرمى الحارس ماغنور ضرب القدام عند تيمومي دفع لقدام عند قلب الهجوم ولكن ما تمكنش منها وكيدخل فيها امل الله، ولكن كانوا اللاعبين ديال ايرلندا الشماليه تيمومي باغي يخدم فعلا يعني كيحاول ياخذ مناسبه خرج كره ولكن القطفه ديالو كانت خارجه على المرمى ديال الحارس ماكلرو خذ كره خرجها تجي اخي عند اهداف ولكن ارتماءه هائله ديال الحارس تاعو المهاره ديالو اكثر من المناسبه لكون الحكم شرط رفع العلم ديالو. الكره عند اللاعب بديدي كياخذها تيمومي ما بين جوج ديال اللاعبين عند دورمي رجعات كتمشي الان عند امل الله اهداف ولكن كتمشي بالجنب عند اللاعب عبد الرحيم باغي يعمل مراوغه يعني عند تيمومي الا ان كيتلاحظ على ان هناك دفاع مكتب ديال الفريق الايرلندي الشمالي فوق ثم كيشدوا اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي. دوناكي عند ستيوارت عند اللاعب اونيل قطفه في يد الحارس فتاح اللي لعب اليوم المقابله ديالو 116 وبذلك حتم الرقم القياسي العالمي. قطفه من عند اللاعب تيمومي الى ان كتمشي محاذيه على مرمى بلاد. عرفوا على ان جينينغ لعب اليوم المقابله ديالو 116 وبذلك حطم الرقم القياسي اللي كان بحوزه اللاعب السويدي نورد. وهناك كترجع اخيرا وقطها الى انها تكون في متناول الحارس وعبد الرحيم الجهه اليمنى عبد الرحيم رباغ فعلا ندوز الكره كتوصل عند محمد وتم اسقاط اللاعب خيري داخل المعترك والحكم كان على ضرب جزاء لفائده الفريق الوطني المغربي. رغم ثقه السن ديالو والتجربه ديالو بسيطه سيتكلف بالخطبه ديال الكره اللاعب التيمومي. كوفير من بلاد غانا. When he chose wrong and there was nothing he could do. وهناك احد المشجعين دخل الان دقائق والنتيجه اصابه لمثلها ما بين الفريق الوطني المغربي وفريق ايرلندا الشمالي. كنعرفوا على ان الفريق الوطني المغربي حمله ضغطه ولكن اصابه اللاعب كوين في قبل 3 دقائق على نهاية المقابلة ولعل التغطية
ديال الفريق الوطني المغربي نهار في هذه المناسبه هذه لما اصبح اللاعب المرمى ديال الحارس الساح اللي ضرب راسيا مقطع الشاي ذاك الكره انه يمكن هو الاخر اصر على الخروج هذيك المقطع الكره الان عند الظلمي باغي يراوغ في عنان بقى في المنطقه ديالو كيدوزها الجهه اليمنى عند دحان عند اللاعب العثماني في قلب المعترك اختفى ولكن كتخرج جانبيه على المرمى خطفه مزيد مع شباب متفرج هنا بملعب وينستر بارك خطفات كره وارتماقه رائعه نالت التصفيق ديال الجمهور هنايا الحكم يعلن على نهايه هذه المقابله بانتصار ايرلندا الشماليه باصابتين لواحده واستفيد المستمعي الاذاعه المغربيه